تكتبي من الاخر وتقولي ان انت جايه تاخدي طربوكي. تعالي يا اختي تعالي خديه وخلصيني. ايه اللي بتقولي ده يا كريمه؟ بقول لك ايه يا لبنى، طارق ايه اللي جايه تتكلمي عليه يا حبيبتي ولسه في قضيه شغاله؟ روحي شوفي البت سينا دي كدابه وانا متاكده من اللي بقوله لك. بصي يا لبنى، ماما مستحيل تعمل كده. روحي شوفي يا حبيبتي سينا اتفقت مع زينات ولا مع عادل ولا مع اي حد من اللي شغالين مع ابوكي. لكن ماما هتقتل ابوكي ليه؟ ايه الفايده من كده؟ كريمه ما تعملش كده. لبنى يا بنتي ما تفكريش بالشكل ده، هتودي نفسك في داهيه. سيبيها فوزيه سيبيها، عايزه تموتيني. تعالي تعالي وخلصيني، انا زهقت من كل حاجه من الدنيا كلها. تعالي. لا انا هاخد روح بنتك عشان تعيش عمرك كله متعذبه. ايه دي؟ ايه يا بنتي؟ هات اللي عندك يا مروان، قول من الاخر. انا هجيب لك من الاخر يا عادل بيه. تطلع بره البلد. بس ما كانش ده اتفقنا. الامور بتتغير يا راجل، والدنيا ما بتمشيش على وتيره واحده، وانت سيدي العارفين. وانا قلت لا؟ والله انت حر، انا ما اقدرش اقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، بس اللي انا عايزه منك دلوقتي انك تاخد بالك من نفسك حبابه. ده انت كمان بتهددني. انا ما اقدرش لا سمح الله، انا خايف عليك، انت فوق دماغي. لا يا مروان ما تخافش عليا، وانا مش هخرج من البلد دي الا بمزاجي، لما يهفني الشوق يعني. هو انا قلت لك اطلع منها غصب عنك؟ انا بقول لك اطلع منها بعد ما تفكر وتحسبها، هتلاقي نفسك لما تطلع منها احسن ما تقعد فيها. وبعدين يا راجل البلد دي مش احسن من غيرها، انت طول عمرك عايش في بلاد بره. هقول لك سافر فرنسا أو إيطاليا، سيبك من ده كله. إيه رأيك تسافر الصين؟ أنت بتعرف تهزر يا مروان أهو، ما شاء الله. أبداً والله، أنا مش شايفك قليل. لا أنا مش قليل يا مروان. وأنت عارف كويس قوي إن أنا مش قليل، وعارف عادل هيعمل إيه وبيعمل إيه كويس. هقول لك على حاجة كويسة جداً. أنا مش همشي من البلد دي، لأن أنا همسك البلد دي بإيد من حديد. والناس اللي انت متخيل ان انت متحامي فيهم بالنسبه لنا هوا ولا حاجه. سلام عم مروان. السلام يا عادل بيه. والله لو راح الصين هياخد كورونا ونرتاح منه. يلا. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.